إدارة الجمارك تقريبا أكثر من 5000 الناس، وعندها واحد الدور مهم جدا في الاقتصاد ديالنا في جميع أنحاء المملكة. فمنذ سنوات كاين إجراءات حركية وتنقل، أولا باش يكون تدبير أمثل وتوزيع عقلاني ديال الموارد البشرية، كذلك باش تكون مواكبة ديال السياسة ديال التمركز الإداري، الاستجابة إلى تمكننا طلبات بعض الموظفين، كذلك اهتمام خاص بالعنصر النسوي لأن تاهما بغينا نشجعوهم وعائلاتهم يمشيو معاهم. بالطبع يمكن يكونوا بعض الحالات اللي ما تموش بالنظام اللي كنا بغينا، ولكن كاين مساطر خاصة بهذا الشيء. خاصنا نولفوا بأن هذه الحركية ماشي غادي نقصوا منها، غادي نزيدوا فيها في المستقبل. فكنبنيو موانئ جديدة بحال الناظور، بحال الداخلة، بحال طنجة، وبالتالي الحركية ديال الناس في الجمارك شيء مهم جدا، ولا تمركز والجهوية المتقدمة كتطلب منا بأن الناس خاصها تمشي وخاصها تنقل. والنهار الاول اللي كيدخلوا الناس للجمارك او للضرائب كيعرفوا بان مطلوب منهم بعد بعض السنوات انهم يتنقلوا، فبالتالي خاصنا نولفوا بان هذه استراتيجيه غادي تعمم وغادي نستمروا فيها. يمكن يكون تحسين في المساطر، وحنا راه الاشاره الى كانوا بعض الحالات اللي ما تماتش بطريقه بالشفافيه اللي خاصها، هذا ما يقدر يوقع وحنا الباب مفتوح باش نطرقوا لهذا المشكل. شكرا سيدي الوزير.